نجم مصر السابق ونجم الزمالك الكابتن فاروق جعفر. كابتن فاروق مساء الخير. مساء الخير استاذ عمرو، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم. كابتن فاروق، رايك ايه يعني جنوب افريقيا هتودينا على فين؟ ان شاء الله تودينا على الثمانية، ان شاء الله على دور الثمانية ان شاء الله. طب ليه الثقه دي مبنيه على ايه يا كابتن مش فاروق؟ ثقة يعني، مش ثقة هي، بس هي معادلة كده بسيطة. جنوب افريقيا لعب 3 ماتشات، كسب ماتش واحد، كسب مباراة واحدة، جاب هدف ودخل فيه هدفين. جنوب افريقيا متهيألي فرقه بتأدي اداء جمالي، لكن النتيجه بتاعتها اداء يعني، عايز اقول يعني نتائج سلبيه شويه، مش ما بتكسبش. لما تروح على مصر، مصر ممكن الاداء ما يبقاش بشكل قوي، لكن النتائج ايجابيه كلها. يعني انت خدت يعني خدت العلامه الكامله في الـ3 مباريات، فالدوافع اللي هتخلي الدوافع النفسيه والمعنويه للعيبه. انا بلعب على بطوله يعني، انا يمكن في تحليلاتي في الفتره اللي فاتت دي كلها كنت بكلم، مش هتتفرج على اداء راقي الا لما تلاقي قابل فرقه بنفس المستوى تكون احسن منك كمان، عشان تشدك لفوق وتلعب كوره فيها تنظيم، فيها افكار، فيها اداء تكتيكي وفني، يعني تشدك لفوق. لكن لما بتلعب مع فرق اقل منك دايما العشوائيه بتكسب يعني، مش عارف ما هل معنى كلامك يا كابتن فاروق انه يعني الـ3 فرق اللي احنا قابلناهم في الدور الادوار الاولى يعني ما لعبناش غير اوغندا بتلعب كره سريعه لكن ما بتروحش على المرمى. ممكن احنا في الفتره اللي فاتت ما كانش فيه تنظيم شويه في الدفاع، ما كانش فيه تحضير بشكل جيد، كان فيه عارف تداخل في الوظائف في الملعب، دي كانت مؤثره على الاداء. يمكن كان اكتسبنا 3 نجوم ادوا بشكل جيد، صلاح وتريزيجيه ادوا بشكل كويس جدا، وطارق حامد، بجانب الدفاع يعني الدفاع ما كانش عنده مشاكل، لكن احنا ادينا المباراه في البطوله بشكل يعني، مش عايز اقول مرضي، لكن انت بتلعب عايز دايما منافسات المجموعات دي بتبقى انت عايز تاخد تطلع الاول في المجموعه، وخصوصا ان انت مستضيف البطوله والجماهير والملاعب وكل ده مستعديه ان انت او انت تعمل نتيجه ايجابيه، فانت بتبحث عن النقط اكتر ما تبحث عن الاداء. انا شايف الاداء بتاع المنتخب في الفتره اللي فاتت ما كانش يعني ما كانش بشكل كويس، لكن عملت النقط بشكل كويس، فالمباراه اللي المرحله اللي جايه هتلاقي ان شاء الله في توازن في الناحيه الفنيه وفي النتائج ان شاء الله. والله كلامك يطمن يا كابتن فاروق يعني. طبعا يطمننا في دور ال 16. احنا برضك ما نصطدم بفرق كبيره زي الجزائر، زي السنغال، زي غانا. يمكن غانا امبارح عبرت عن نفسها بشكل قوي جدا، صحيح يعني هي في تفاعل في الاداء، وبعدين دخولها البطوله بشكل كويس جدا، بجانب كمان المغرب بتادي كره كويسه. انت عندك يمكن الدول العربيه ممكن تبقى المنافسه فيها شديده، بجانب غانا يعني، غانا والسنغال يعني، السنغال طبعا والجزائر هم لغايه دلوقتي قدموا نفسهم بشكل كويس جدا، الاداء الراقي في النواحي التكتيكيه، الفني، الانسجام موجود في الملعب، التنظيم، الانضباط، كل ده موجود في الملعب. انت ان شاء الله في الفتره اللي جايه هتعبر عن نفسك بشكل يكون افضل ان شاء الله. طب كابتن فاروق، احنا لو كسبنا جنوب افريقيا هنقابل الفايز من نيجيريا والكاميرون. يعني تقييمك للفرقتين دول ايه؟ يعني انا شايف ان الكاميرون اقل من الكاميرون اللي احنا قابلناه في نهائي 97. الهجوم بتاعها مش بنفس القوه. 2017 قصدك يا كابتن فاروق؟ اللي هو البطوله اللي فاتت 2017. يعني الهجوم بتاعها مش بنفس القوه، الاطراف مش بنفس القوه، برضك مش بنفس الخبرات اللي موجوده اللي كنا بنعرفها عن الكاميرون. كان متوسط الاعمار بيبقى عالي جدا، ويقدروا يلعبوك في اي جو، وفي اي مع اي نوعيه من اللعيبه. نيجيريا يمكن دخلت يعني في المباراه الاخيره اتغلبت من مدغشقر، لكن انا وجهه نظري ان نيجيريا من الفرق اللي زي غانا بتبقى عارفه راحه فين، يعني بيبقى ليها عارف طله كده، شايفين حاجه هم راحلها. انا من وجهه نظري ان نيجيريا هتخش البطوله بشكل كبير، لكن احنا الحاله المعنويه والفنيه للعيبه كويسه، لكن انت محتاج الحاله التنظيميه في الملعب، هي يعني ده الاحتياج اللي انت تبقى منظم في الملعب، الادوار بتاعت اللعيبه. ما فيش 2 لعيبه في الملعب بيبقوا شكل بعض. فانت كمان عندك مشاكل في الناحيه الهجوميه، زي ما بتكلم على التحضير من ورا المدافعين ما بقاش بشكل جيد، فالمدافعين لاغيين نص الملعب، الناس تقول ما فيش تنظيم، ما فيش نص ملعب اصلا، ان الكره بتخرج من المدافعين للمهاجمين. طب هل ده يعني مش شايفه الكابتن ومستر اجيري؟ ماله؟
لا يعني هل ده مش شايف ده، يعني مش شايف نقطة الضعف دي؟ المحلل غير اللي بيشاهد، اللي بيشاهد دايما بيبقى عنده ابعاد اكتر. المحلل بيبقى تركيزه كله في الملعب، هو بيشتغل مع محلل، معاه محلل فني ومحلل رقمي، الراجل المدرب اجيري معاه محلل فني ومحلل رقمي. دولت بيشتغلوا الاماكن اللي عندنا كويسه، الاماكن بتاعت المنافس، الاماكن الضعيفه اللي عندنا، النواحي البدنيه اللي مش مكتمله، النواحي الفنيه اللي مش مكتمله، الانسجام مش موجود، ده شغل الراجل الفني. احنا بنلعب بالبطوله بثلاث ماتشات من غير مهاجم، يعني ان كان مروان محسن او كوكا، الاثنين ما قدروش يعبروا عن نفسهم، ودي عامله مشكله. يعني انت بتكسب بالطرفين والباك رايت، يعني ما تمسك، انت جبت اربع اهداف، الاهداف جبت خمس اهداف، خمسه جبت، الباك رايت جاب هدفين وصلاح هدفين وتريزيجيه هدف، خلاص انت يعني انت بتلعب بالاطراف، يعني اللي بيكسبوك الاطراف، يعني ما فيش عمق ملعب، ما فيش صانع العاب، ما فيش مهاجم صريح يجيب لك اهداف، فاللي جايب لك الاهداف لعيبه بتحل لك مشاكل، اللي هو صلاح بخبراته وامكانياته، وكمان تريزيجيه هيبقى لعيب واعد ولعيب قوي وعنده كل مقومات ان اللعيب صحيح. بمناسبه اللعيبه، يعني اختيار اربع لاعبين ضمن التشكيله المثاليه في الدور الاول، اربع لاعبين من منتخبنا، صلاح والشناوي وحجازي والمحمدي، يعني عشان انت جبت تسعه بنط. لكن في لعيبه في الجزائر افضل من اللعيبه اللي اختاروها من عندنا، في لعيبه موجوده افضل من لعيبه، يعني مانيدا ما عملش حاجه خالص ولا البطوله، يعني ازاي هيختاروا على تاريخه؟ مين يا كابتن؟ لعيب السنغال ماني ده اللي هو المهاجم. اوكي. طبعا ما عملش حاجه في البطوله، لكن تاريخه بيسمح له ان هم يختاروا. هي فيها شيء من المجامله، انا من وجهه نظري فيها شيء من المجامله، ما تعبرش بشكل قوي ان كل الفرق الفرق كلها ضعيفه والتصنيف. طب لو قلنا مثلا مجامله، يعني هل اختيار صلاح في مجامله؟ هل اختيار الشناوي في مجامله؟ لا صلاح، لا صلاح تريزيجيه، انا بتكلم صلاح تريزيجيه. صلاح والشناوي ما فهمش مجامله، مش كده؟ الشناوي المباراه الاخيره الضغط عليه كان قوي جدا، وده يبقى خلل في الدفاع، لما يكون انت عندك كورتين او ثلاث كوره يجوا في القايم يبقى في خلل. يعني اختيار حجازي والمحمدي مجامله؟ محمدي عشان جاب اهداف، لكن انت ده مش مقياس، انت هتروح على صفوه البطوله بقى، يعني هتخش انت على التصنيف، هتخش على دور ال 13 وبعدين دور الثمانيه. دور ال 16 هتبقى اللعيب مثلا 60 70%، ودور الثمانيه هتلاقي اللعيبه 75 80% اللي هم هيكملوا بيهم البطوله. لكن انا شايف احنا لسه لغايه دلوقتي لما حد يقول ان احنا ان اللعيبه المصريين اربعه منهم، انا بقول اخترنا اربعه عشان لو انا حتى في اللجنه الفنيه، ان مصر حققت يعني التسع نقاط من الثلاث مباريات، فهي حققت ده يعتبر بالورقه والقلم. الجزائر عملت كده، يعني الجزائر عملت كده، خدت تسع بونت من الثلاث ماتشات، يعني فانت برضك ما انت جيت على الجزائر ما خدتش لعيبه، يعني انت فضلت بين محرز وصلاح. فانا شايف يعني انا شايف ان فيها شيء من المجامله، لكن احنا برضك في الفتره الجايه اللعيبه هتثبت نفسها بشكل اقوى ان شاء الله. ان شاء الله وهيكون القوه والاراده بتاعت اللعيبه في ان انت تاخد البطوله هتكون اقوى ان شاء الله في الفتره اللي جايه والمرحله اللي جايه ان شاء الله. لو تقول لنا مثلا تشكيله مقترحه لفرقتنا في الماتش اللي جاي يا كابتن فاروق. انا من وجهه نظري في المشاكل اللي احنا انا امبارح يمكن كنت في الاستوديو، من وجهه نظري في المشاكل اللي احنا فيها دي، انت محتاج تغير طريقه اللعب. طالما ما عندكش مهاجم صريح والكثافه العدديه الهجوميه بتاعتك ضعيفه، طب ما نغير طريقه اللعب، نلعب باثنين مهاجمين. يعني عندنا مشاكل، ما محمدي بيروح لقدام الناحيه اليمين بتبقى فاضيه وتبقى عامله مشاكل، طب ما انت نقدر نقفل الحته دي بلعيب ونغير طريقه اللعب ونلعب 4-4-2، يبقى صلاح بيخش لجوه بيساند، يروح مثلا لو في عمر جابر ناحيه اليمين او محمدي تدي له الحريه ان هو يروح ناحيه اليمين، يبقى عندك الكثافه الهجوميه. لكن انت عندك مشكله الاهداف اللي انت جبتها، لا كره اختراق من الاطراف للعمق الملعب، لا كره ثابته، دي الاهداف اللي انت جبتها، لكن ما فيش شغل. يعني عبد الله السعيد طبعا مش عايز اقول، هو لسه لغايه دلوقتي ما دخلش جو المباراه، ده لعيب كبير جدا عبد الله السعيد، لكن لسه ما بانش بمستواه اللي احنا نعرفه وامكانياته في الفترات اللي فاتت، ان هو لعيب من اللعيبه اللي على مستوى عالي جدا في الاداء. لكن احنا في الفتره اللي جايه برضك انت محتاج الاداء، والاداء يوصلك للمكسب. المكسب احنا خلاص خلصنا الماتشات الخفيفه، وكانت تجربه، وكانت ان احنا بنحضر للمباريات الكبيره. المباراه الكبيره اللي جايه ان شاء الله محتاجه ان انت من خلال الاداء الجماعي، ان احنا افتقدنا الاداء الجماعي في المباراه اللي فاتت، خلال الاداء الجماعي، التنظيم في الخطوط، الاطراف تشتغل بشكل كويس جدا، تقدر تكسب
بجانب ان انت لازم يكون عندك مهاجم صريح بيعرف يجيب اهداف. انا ما بلعبش مهاجم عشان ياخد لي فاول، ما بلعبش مهاجم ان هو يعطل لي الانتشار الهجومي بتاعي، ما ينفعش. انا عايز واحد يكون فعال في الناحيه الهجوميه، زي ما كان متعب موجود، زي ما كان عمرو زكي موجود، زي ما كان يعني عندنا لعيبه ميدو كان موجود، كان عندنا لعيبه في البطولات الافريقيه لغايه الفترات اللي فاتت. مش مشكله ان انت تغير، مش مشكله ان احنا نقلد العالم. امبارح البرازيل بتلعب 4-4-2، ما بتلعبش 4-3-2-1 ولا 4-2-3-1، لا بتلعب 4-4-2 البرازيل، اللي هو المهاره والاداء الجماعي. ايوه ايوه. الارجنتين مش مشكله ان انت عندك خلل في الناحيه الهجوميه، تعوضه ان انت ممكن تكسب الناحيه الهجوميه، زود عدد المهاجمين. انا بشكرك شكرا جزيلا نجم مصر والزمالك السابق الكابتن فاروق جعفر، وكل التمنيات طيبه لمنتخبنا الوطني انه يتخطى جنوب افريقيا ان شاء الله ويروح لدور الثمانيه علشان يقابل اللي هيفوز من نيجيريا والكاميرون.